قرار السلطات الجزائريه السماح للرعايه الجزائريين بالخارج والحاملين لجوازات سفر اجنبيه بالدخول الى الجزائر دون الحاجه الى الحصول على تاشيره للدخول الى بلادهم وذلك باستظهار بطاقه تعريف وطنيه او جواز سفر جزائري حتى وان كان منتهي الصلاحيه هذا امر نثمنه و جاء بعد مطالبات عديده رفعناها آه لوزير الشؤون الخارجيه والجاليه الوطنيه بالخارج عن طريق سؤال شفوي يعود الى 22 ديسمبر 2021، يعني تقريبا ثلاث سنوات ونحن ننتظر في الجواب على هذا الانشغال، والحقيقه ان السلطات الجزائريه استجابت اخيرا لمطالب معروفة، قدمت كذلك مقترحا في عديد المرات، آخرها إلى السيد وزير الداخلية خلال جلسة استماع عقدت الشهر الماضي. يقتضي هذا الاقتراح بالسماح للجزائريين بالدخول إلى وطنهم حتى وإن لم يكونوا على يعني عندهم جواز. سفر لم تنتهي صلاحيته يسمح لهم بالدخول الى الوطن باستظهار اي جواز اجنبي لسهوله استخراجه وبطاقه تعريف بيومتريه من دون الزامهم بالحصول على تاشيرات على الجواز الاجنبي، لذلك هذا القرار ايجابي بشكل كبير. وقد كان مطلبا اساسيا منذ فتره, فترة و... وسيسمح للجزائريين بالسفر الى بلادهم دون تحمل عناء الحصول على التاشيره ويخفف من جانب اخر على الضغط الكبير التي الذي تعيشه مصالحنا القنصليه ودبلوماسيون وطواقمنا التي ستتمكن من تنفس الصعداء آه بعد صدور هذا القرار.